لك شرطة وانت خلص خلص خدي اللي بدك اياه. كده كده بالبساطة دي تستسلمي؟ بدك يعني قومك وانت معك سلاح؟ لا بس على الاقل تدافعي عن نفسك. انت من زمان بتحملي سلاح؟ من ساعة ما خطفني طليق مادونا. يا حبيبي استني استني، مين اللي جايلك دلوقتي؟ بتكون نغم. نغم معها مفتاح. ايه والله مظبوط. لكن مين؟ روحي شوفي مين. يلا. ايه بس يعني بيكون حدا من الجيران، انت ليش خايفة؟ في شي يعني؟ بصي الاول قبل ما تفتحي. ايه ماشي. ايه مو باين حدا؟ ازاي؟ وريني. شوفي. افتحي. اكيد؟ افتحي. ماشي. ايه ده؟ اخدها؟ خديها. مين دي؟ ما بعرف شو بيعرفني. يكون شي واحد معجب، ما بعرف. يا الله من هالمزوق هاد؟ ايدك اوعي تقربي لها. اوف ليه؟ ممكن تكون ملغمة. وين بشي موزة او بشي تفاحة؟ خليك انت كده زي العبيطه، احنا لازم نتصل بحد بيعرف يفكك القنابل. يا سلام، وشو بدنا نقول لهم؟ تعوا قشروا لنا شي موزه؟ حبيبتي انت كثير 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 مكبره الموضوع، يعني هي بتكون حركه ظريفه من شي جار من الجيران، بدهم يباركون لنا على القعده الجديده، او من شي معجب، او من حبيبي تيتو، هو عنده على فكره هيك حركات. صحيح، ممكن تكون من جوزك. الا قولي لي، هو ليه سابك وسافر؟ عنده شغل. لو عايزين ارفع لك عليه قضيه خلع واجيب لك نفقه منه ليكي وللبيبي انا ممكن اعمل كده. ميربت بتعرفي اذا ما حدا فجرك بهاليومين انا رح افجرك.